تخيل أن تسمع أن أحد معارفك تعرض لحادث تسبب في بتر يده لا سمح الله، وعندما قصدت منزله لتواسيه خانتك الكلمات فقلت له لا بأس ستكبر وتنمو لك يد أخرى. سيقفز عقله داخل رأسه من دون شك على وقع هذه الكلمات ويصرخ في وجهك: هل تراني سحلية؟ لكن فكر معي لبعض الوقت، هل يمكن فعلا أن تنمو يد الإنسان بعد بترها؟ في هذا الفيديو سنتطرق بالتفصيل إلى الحالات التي تكون فيها هذه الظاهرة ممكنة وعادية جدا، كما سنعرج على آخر الأبحاث التي درست إمكانية تجدد الأعضاء المبتورة عند البشر. من المعلوم أن بعض السحالي تعيد تصنيع ذيولها، ويمكن لنجم البحر تجديد أذرعه، كما ينمو جلدنا مرة أخرى بعد جرح طفيف. ودعونا لا ننسى أن زراعة الكبد من متبرع حي تقوم على هذا الأساس أصلاً، إذ يتم اقتطاع جزء من كبد المتبرع وزرعها في جسم المتلقي لتصبح بعد فترة من الوقت كبداً كاملة لدى كل من المتبرع والمتلقي. إذن لدينا جميعا قدرات تجديدية تصل إلى حد معين، لكن تخيل معي أن يتم قطع ذراع كاملة فينمو مرة أخرى، هذا جنون، أليس كذلك؟ على الأقل ليس مستحيلا ولا جنونا بالنسبة للحيوان العجيب الذي يسمى السمندل المكسيكي. هذا الحيوان الصغير يقضي حياته بأكملها في مرحلة اليرقة دون أن يتحول إلى كائن بالغ، فقط الظروف القاسية مثل الجفاف أو التحفيز الكيميائي الاصطناعي كفيلة بجعله ينتقل إلى شكله البالغ. ونظرا لقدرته المذهلة على التجديد، فإن هذا الوحش المائي قد سحر العلماء منذ فترة طويلة، فقد يحدث أن يصاب أو يتم بتر أحد أطرافه من قبل مفترس ما، لكن لا تشيل هم، هذا طرف جديد آخر سوف ينمو مكان الأول. ونفس الشيء بالنسبة لعدة أجزاء من جسده مثل خياشيمه وذيله وعينيه، كل الحكاية أنه على مستوى البتر يظهر نتوءا صغيرا يسمى البلاستيما. يتكون هذا الجزء من آلاف الخلايا الجذعية التي ستتكاثر لتشكيل الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب والعظام والجلد، مما يجعل الطرف الجديد يعمل بكامل طاقته. بعيدا عن شخصية وولفرين وأفلام الخيال العلمي، دعونا نتساءل بجدية، كيف يمكن تحقيق هذه الخاصية الخارقة لدى الإنسان؟ كلمة السر هي كل من الماكروفاج والخلايا الجذعية، والتي سوف تكون مفتاح الأمل في المستقبل. فمثل السمندل المكسيكي يوجد عند البشر أيضا كل من الخلايا الجذعية والماكروفاج، والتي هي جزء من الجهاز المناعي تهدف لتعزيز الشفاء والعمل على ترميم العظام، غير أنها في هذه البرمائيات مسؤولة أيضا عن ظاهرة التجديد. إذن لماذا لا يوظف البشر هذه القدرة؟ هناك فرضيتان، يعتقد بعض الباحثين أنها موجودة فعلا دون أن تكون ناشطة، فكل ما تبقى هو العثور على طريقة لإعادة تنشيطها. ومع ذلك للأسف اكتشف علماء آخرون جينات مهمة تشارك في التجديد لدى السمندل، وهي جينات غريبة لم يعثروا عليها في البشر. فنحن نشترك مع هذا الكائن في العديد من الأشياء إلا إذا حصلت الإصابة، حينها تتقلص الأوعية الدموية مكان الإصابة في جسم السمندل، وتتدخل الخلايا الجذعية والماكروفاج لترميم الجرح وتجديد الجزء المفقود. أما عندنا نحن البشر فيحدث تخثر للدم والتئام للجرح مع ظهور الندوب دون تجديد للجزء المصاب، وهذا هو الفرق المؤسف في الاستجابة للإصابة. خلص باحثون من مختبر MDA للبيولوجيا في ولاية مين بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين ركزوا على مقارنة تجاوب السمندل والفئران مع الإصابة، إلى أن التمكن من سد المسارات الدماغية التي تحفز على ظهور الندوب قد يسمح للبشر مستقبلا بإعادة تجديد الأطراف المفقودة، أو على الأقل إحداث قفزة عظيمة في الصحة العامة.
يعني طار الحمام يا صديقي، لأن قدراتك هذه ستكون واعدة جدا للإنسانية وتمنح حلولا لحالات صعبة مثل علاج تلف الدماغ وإصلاح القلب التالف بعد نوبة قلبية وتجديد الحبل الشوكي وتعزيز الشفاء بعد العمليات الجراحية الثقيلة أو تقليل رفض الطعوم. اكتب لي في التعليقات، هل تتوقع أن يحقق الطب قفزة نوعية في هذا المجال ونتمكن من إعادة إنماء الأعضاء المبتورة من أجسادنا يوما ما في المستقبل؟